السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو احنا عايزين نكرر صورة بشكل منظم بكل سهولة جدا، اعلم على الصورة اللي انا عايزها وبعد كده اجي من الايديت وهقول له ستيب اند ريبيت، اشوف بقى انا عايز اكرره كم مرة. وليكن مثلا عايز اكرره مثلا 3 مرات، تمام، واقول له اعمل لي المحاذاة بالشكل دوت، خليها مثلا بصفر. لو انت عايز تخليه محاذاة افك وراس في نفس الوقت تقدر تتحكم فيها بالشكل دوت، او ممكن تتحكم بطريقة اقوى ان لو انت عايز تعمل يعني تكرار ناحية اليمين وناحية الشمال في نفس الوقت، ممكن تقول له انا عايزها 3 كده و3 كده، وتبدأ تقول له المسافة اللي انت عايزها قد ايه بالشكل دوت. فده بيفيد لو انت عايز تكرر او تعمل array او تعمل مصفوفة بشكل منظم تقدر تتحكم فيها، تمام. طيب ممكن برضو يكون انت عايز تنسخ مجموعة من الحاجات ويبقوا معاك في الذاكرة تقدر تستعملهم في اي صفحة، فبقول له place and link، تمام. هبدأ اشوف، هبدأ احط بقى في الذاكرة بتاعتي، يعني اعلم على الجزء دوت خلاص بقى موجود هنا، اعلم على الصورة دي بقت موجودة هنا، على الصورة دي بقت موجودة هنا، الكلام ده موجود هنا. وفي اي صفحة اقدر اجي واعمل بقى العكس، اقول له مثلا انا عايز الصورة دي احطها هنا، تمام. تقدر تعلم على الصورة اللي انت عايزها، تقدر تاخدها معاك، تقدر تحطها زي ما انت عايز، كله بقى موجود عندي هنا ايه في الذاكرة. وبرضو من اديت هتلاقي دوبليكيت، لو انت عايز تكرر اي صورة فتبقى موجودة معاك مرة تانية تقدر تاخدها كوبي بالشكل ده.